tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va ouvrir un sac que nous a envoyé du Maroc comme cadeau. On va l'ouvrir avec vous. Salam alaikum, kanetmennaoukoum tkounou ala khir w bkhir. Ghadi nouriwkoum had sac li siftouh lna l'aila dialna mal Maghreb. W nouriwkoum kaa dakchi li fih. Daba ghadi nbdaou. La baqin yallah. Maqim sdoud. Et on va l'ouvrir juste avec vous devant vous. Voilà. طاحت الشتا هاد الورقه بزاف اللي كان باش اش كيتعرف شكون مواليها باش ما كيتلفش ما بين السيكان وحيت بزاف هاد الراجل اللي كيجيب كيجيب بزاف الناس كاع هنا اللي في فرنسا كيجيب لهم ملي كيفوش السيكان كيبقاو تكتبي فيهم سميتك هنا والتليفون ديالك باش ما كيتلفش. دابا بسم الله غادي نشوفو. جي ترو هات. هادو c'est les bonbons. C'est les bonbons. À chaque fois que ils nous ramènent des trucs au Maroc, c'est obligé qu'ils nous ramènent des bonbons. Alors, ils ont ramené du tonique. Voilà, c'est des gâteaux normaux du Maroc. Ils ont ramené aussi des chewing-gums. Plusieurs sucettes. Beaucoup de sucettes du Maroc. Kojak, du Maghreb. Et c'est bon, voilà. Mais après, ils nous ont ramené deux petits hajettes en même temps, en plusieurs fois. Comme ça, ils nous l'ont ramené. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de sucettes, beaucoup de gâteaux et tout ça. يمكن تخوات شي شوية هذه زيت البلدية غادي نديها للكوزينة ماشي هذه الزيت هذه الزيت تحيت بحال اللي يمكن شي شوية تخوات هاك ديها للكوزينة ريها طيها باش ما تفوق هادي نشوف هادي ما تخواتش هادي ماشي بزاف اللي كيعرفوها هادي سميتها عروانه كل واحد كاين اللي كيقولها علوانه وكاين اللي كيقولها عروانه دايره بحال الزيت البلديه وهي زوينه فيها واحد المذاق زوين فيها يطرا ونص يمكن هادي ولا يطرا ما عرفت يطرا ونص يمكن ولا يطرا هادي هادي عروانه راه هنا maintenant ça ça c'est bzr tabzirat une mitouraka tabzira aïe ah tabzira ou c'est hier ah هذه سته تاع قلتي الله يخلف عليها اه هذه سته تاع من ميما oh merci ميما شكرا beaucoup ميما يام وهذه التبزيرة هذه سكينجبير هذا الشاونية ولا التحميرة هذا الزعفران عرفاني عزيز عليا الزعفران كنطيب انا به بزاف حتى فاش كنت انا في المغرب كنت كنطيب به وهذه الخرقوم وهذا الكمون وهذا الابزار الابزار شكرا بزاف ميمة ميرسي هذه هي التبزيرة ديال المغرب ما كاينش صراحة بحال التبزيرة ديال المغرب شنو هي هادو جوج طاسات هنا يمكن ديال الكاطو نو ما صيفطوش الكاطو راه كيديرو هاد الميكات باش ما كي كبحوش هادي بنتي اشي شنو هادي تعرفين هادي ديالها ديال زيت صابون زيتون جيم ترو زيتون فيغ موا هذا حار هذا كلهم فيهم لاصوص هادو الزيتون هادي
تهد جوج ديال الزيتون واه كاين الزيتون فغير وحده هادو خوتي اللي شراوهم الوالده ديالي اللي صيفطات لنا هادشي الزيتون على جوج جهات شكرا كاين اللي حار وكاين اللي ما حارش اللي حار ناكلوه انا و نوراس ديال اللي ما حارش ياكلوه بناتي واي هادي هادي الكرموس Ah oui, c'est bon, Arfa. Oui, oui, j'ai déjà entendu Smia. Voilà. J'ai déjà smetha. C'est le kermos de la jibel. Qu'est-ce qu'il y a pour les enfants de la jibel? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a pour les enfants de la jibel? Oui, on a dit que c'est le bio. 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 هما كيشمشوه وكيديروه فهاد 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 الرافيه هكا وكيديروا غير ليهم ما عرفتش شنو كيبيعوا المهم ديما كل عام كيصيفطوا لنا منه هكايا وهما اللي كيصاوبوه ماشي زعما كيشريوه ولا كي زوين هذا بيو ماشي من داك الاخر اللي كيكون مجفف على طريقه اخرى اخر هذه طاسه اخرى هذه ما عرفتش شنو هي هذه هذه الزبده البلديه ايسا سا سي لا ريزوي وين جو بونسي ا بارفان يمكن هذه هي الزبده البلديه اللي اللي كتصيفطها ليا اختي هذه ديما كتصيفطها ليا اختي حيت الرجل عنده البقر هو اللي كيجيبها ليا يعني هادي راه ماشي كتشرا هما اللي هما اللي عندهم البقر وكيصيفطوها بس زبده بلديه حقيقيه ماشي الزبده ديال شكرا خالتي ديال البقر دابا نوريكم شنو كان في هاد لابواط وا بغيت نقول اوي جام ترو هاد لو بارفان جلام ترو هاد البارفان هادي رخيصه في المغرب هنا راه غاليه بزاف وانا اختي كتصيفط عليا من المغرب شحال كيعجبني بعد زوينه راه بزاف ليه هادي سميتها انكونسيدونس هادي كتجيبها تقريبا بشي 15 اورو زوينه فنه ريحتها وخفيفه وكتبقى في الحوايج تقالك 3 ايام 4 ايام كتبقالك في الحوايج هادي ديما فما تسالا لي كتصيفط عليا كتصيفط لي جوج هاد المره ما دايرينش فيها السولد داكشي علاش صيفطات لي غير وحده ملي كيكون فيها السولد كيجيبوها غير ب 10 اورو كتصيفط لي جوج هذا الزعفران اللي كدير بعد مرض ماما فوق بيتزا هذا دابا الزعفران هذا هذا الزعتر ماشي الزعفران هذا الزعتر اللي كيدار في البيتزا تا هذا بيو تا هذا الجبل ريحته كتكون زوينه اخر هذا سي بون سي لو ديرني هذا ماشي التمر هذا بنتي هذا البلوط اوكي هذا البلوط ما ولاش شي شويه دور اييه فوالا هذا البلوط دابا راه هذا وقته في المغرب قلت لهم صيفطوا لي شويه كان غير صيفطوا لي حتى الرمان قلت لهم لا مي ولا ولا دوغ ماشي اللي مورا عارفين الناس زويون اي فوالا جاني هاد الصاك وجاني حتى الناموسي بيت النعاس ديالي كامل دابا غادي نوريكم بيت النعاس انا غادي نوريه لكم باقي مبالي هكا حتى الفيديو اخر باش غادي نوريكم البيت كامل وديك الساعه غادي نكون حيدت له حيت لومبالاج ديالو ميرسي بوكو خالتي هادو هما الكوافوزات ديال بيت النعاس هكا ما بغيتش نحيد لهم هاد كسميتو ديالهم امبالاج امبالاج ديالهم قلت من بعد جاني هادو وهذا هو الراس ديال الناموسيه كيجي على هاد الشكل هذا حيدت له داك ميكا وديكشي اللي كان فيه حيدتو هذا هو الراس حتى غادي نوريكم ان شاء الله ديك الساعه غنوريكم فاش غادي نفرشو ديك الساعه غادي يبان وهذا بحال الكوانات ديال السدادر
هو درتو انا كرسي هذا هذوك اللي كيكونوا هكايا بغيتش نحل صراحه قلت حتى من بعد بغيت نصباغ وهذا عاد نديرهم باش ما يتكرفسليش كيفاش مبغيتش نحلهم هذا كيتحل وكديري فيه داك الشيء اللي بغيتي لا بغيتي تخبعي فيه شي حاجه ولا هذا هنا كديريها فديك فهاد كبير هذا ان شاء الله غادي نديرو هنا فهاد الكوان هنايا والطبالي ديال بيت النعاس راني خرجتهم برا حيت الراجل اللي جابو منا بحال شي شويه فزقولي واحد القنيت ماشي بزاف ولكن واحد شويه ودابا خرجتهم برا للبالكون ضرب فيهم غير شويه شويه البرد باش ينشفوا وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وكنشكركم بزاف وشكرا كاع الناس اللي تابوناو عندنا وكنتمنوا تبارطاجيو القناه ديالنا باش نزيدوا القدام وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. Alors maintenant, abonnez-vous, likez, commentez et merci beaucoup. On est bientôt aux 250, oui. Je suis assez fière. Merci beaucoup. Partagez aussi notre chaîne. Et merci, c'est très 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 gentil de commenter chaque vidéo à nous. Et voilà.